اهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. في الحقيقة الواحد كل ما يشوف فيلم كوري من كوريا الجنوبية حاجة يعني في منتهى الروعة، يعني مش ممكن الواحد بيشوفه ده. افلام مشوقة للغاية، يعني من مثلا زي فيلم اولد بوي اللي شفناه، اللي كان لاقى استحسان رهيب من المخرج الشهير ترنتينو وسقف للفيلم، وكان لحد دلوقتي بيقول ان هو من احسن الافلام اللي شافها. ودلوقتي بنشوف فيلم في 2017، هو لكن فيلم يعني هو موجود على نتفليكس، فيلم في غاية الروعة اسمه فورجوتن. الفيلم فيه مفاجآت من البداية للنهاية، الفيلم فيه احداث غير متوقعة وحاجة يعني انا كنت مندهش وانا بشوف الفيلم. بس انا متعود كده على السينما الاسيويه، والسينما الاسيويه اصلا بصرف النظر عن انها مشهوره بس كانت تستحق شهره اكتر من كده. لو تخيلت معايا فيلم زي فورجوتن ده اللي احنا بنتكلم عنه، وان الادوار اللي عاملها الاخين دول معمول مثلا في هوليود الفيلم ده، وده ليوناردو دي كابريو وده براد بيت مثلا بدل وانس ابون تايم ان هوليوود، يعني نجيب الابطال دول وعملوا الفكره دي، الفيلم ده كان هياخد كام اوسكار؟ انما ممكن يكون عشان هو من السينما الاسيويه او من كوريا الجنوبيه فمظلوم شويه. هو مشهور، مش مظلوم ولا حاجه، ولكن مش بالشهره الكافيه زي افلام ليوناردو دي كابريو والحاجات. ففي افكار في اسيا وطبعا في اوروبا، يعني اوروبا غنيه عن التعريف، وكمان في السينما الايرانيه يعني ساعات بتتفوق على هوليوود. فبتكون بس الابطال، لو انت بدلت الابطال وجبت دول مكانهم يعني هيجي لك سيل من الاوسكارات والجولدن جروبز والجوائز اللي زي ما انت عايز. فالفيلم هنا بيحكي عن واحد، بيبدا الفيلم بواحد في عربيه عادي خالص مع اسرته وفاق كده، هو مش فاكر حاجه، راح بيت بيقولوا ده البيت بتاعنا وبيعلقوا النتيجه سنه 96، وهو داخل هو حاسس ان هو مش فاكر، في حاجه مش فاكرها، بس هو خلاص يعني عارف ان ده امه ويعني وابوه واخوه، العيلة هي موجودة، وفي حد بيقول لهم اللي هو الملك العقار السابق وكده ما تفتحوش الأوضة الفلانية دي مهما حصل، محدش يفتح الأوضة دي. كان الأخ كل شوية بيسمع أصوات في الأوضة دي ومصر يفتح، وأخوه يمنعه يقول له مالكش دعوة، بس ما فيش حاجة، ده صوت الأم تقول له ده صوت الرعد جاي من بره، ده مش صوت جاي من الأوضة ولا حاجة، أنت بس بيتهيأ لك، يمكن ده تأثير الدواء. هو بياخد عقاقير معينه العيله بتاعته بتديها له، لازم ياخدها كل يوم، فيقولوا ده تاثير الدواء مش عارف ايه. بعد كده بيحصل حاجه غريبه، ان اخوه بيتخطف يعني لمده 19 يوم وبيرجع تاني. هو بيشوف هو بيتخطف ناس بتاخده في عربيه ومش عارف ايه، ويرجع تاني شخص غريب، هو مش عارف في ايه، كل شويه يخرج بالليل بيعمل افعال غريبه، بيمسك القلم الرصاص جنبه كده وكأنه هيقتله. فهو شاكك كده، شاكك في حاجة، انت مش اخويا اللي اختفى ده ورجع تاني، انت رجعت مش اخويا. هو هنا بقى اللغز في الموضوع ده، هل هو اخوه بالفعل ولا مش اخوه؟ وايه السر في الأوضة اللي كل شوية بنسمع فيها صوت، يعني صوت دقات كده واصوات غريبة هو بيسمعها، هل هو بيتهيأله؟ ومين يعني مين المذنب في الفيلم ده؟ الاخ اللي هو كان بدأ بيه الفيلم وهو رايح مع عيلته، ولا الاخ اللي اتخطف 19 يوم ورجع تاني غريب؟ مين القصة هنا بتدور عن ايه بالظبط؟ يعني مفاجأة في النهاية يعني غير متوقعة، تمشي مع الفيلم بطريقة معينة وتكتشف في الاخر ان الموضوع يعني في انتقام، وفي طبعا مش من عمري ما هحرق النهايه بقى، مش هقدر اقولها، لان العظمه كلها في النص التاني من الفيلم. فاحنا يعني هقف عند الحته دي واتكلم بقى عن الفيلم نفسه. التصوير كان متميز بشده، في تصوير تحت المطر، اللحظات اللي كان فيها المطر، والمشهد نفسه، المشاهد الاختطاف والمشاهد اللي هو كان بيحلم فيها، اللي هو الاخ اللي موجود في البيت كل شويه يحلم بأحلام غريبة وبعدين يفوق فجأة، في حاجة، هل ده حقيقة ولا هل ده خيال؟ هو هنا بقى الإخراج عايز يمزج لك الاتنين ببعض، هل أنا كنت بحلم بيه ده شيء موجود ولا أنا بيتهيأ لي؟ فكان في الفيلم يعني العناصر كلها متكاملة، من موسيقى، من إخراج، من تصوير، فيلم فيه سسبنس عالي وبلوت تويست وقلبة أحداث في الآخر غير طبيعية. فيلم لازم يتشاف، 2017، موجود على نتفليكس لو عايزين تشوفوه، وموجود طبعا على المواقع من فتره يعني، وبصوره جيده جدا موجود على المواقع اونلاين. فايه اللغز بقى اللي بيدور حوالين العيله، الام والاب والاخ،
هل الاخ ده واقع في مصيدة معينة ولا لا، ده الاخ اللي اتخطف هو اللي مجرم، مين فيهم وايه موضوع الانتقام اللي انا بحكي عنه ده اللي انت تعرفوه في النص التاني من الفيلم. يعني ده لازم فيلم، يعني اما اجي اقول لحد من الافلام بقيت بحطه في القائمة اللي هي ماست واتش، ده يعني لازم يتشاف. فيلم كوري يعني زي اولد بوي، انا بعتبره ان هو، بس اولد بوي طبعا ليه درجة تانية يعني عند الناس كلها، واولد بوي حاجة عظمة العظمة بقى، بس ده برضو من الافلام الكورية اللي هي لازم تتشاف. انا اول مرة اشوفه سمع عنه من فترة، بس قلت طيب هبص عليه كده واشوف فيلم فورجوتن، وشفته من زمان يعني بقالي فترة شايفه على نتفليكس موجود، وقلت خلاص يعني هشوفه بعد فترة كده وبتاع، فلسه شايفه من يومين، فطبعا اتفاجئت قلت ده ازاي اصلا ما شفتوش وقعدت اركنه كده الفترة اللي فاتت. فيلم يعني غير طبيعي يا جماعة، روعة، السينما الكورية حاجة روعة بجد. تمثيل البطل هنا اللي هو الأخ اللي موجود جوه البيت اللي هو بطل الفيلم الرئيسي، مش اللي اتخطف ورجع تاني، ده تمثيله كان متميز جدا، وهو بيطارد أخوه لما كان بيخرج بالليل وهو عايز يكشف اللغز ويعرف السر هو ليه بيخرج بالليل كده كل يوم. يعني أنا عجبني اللي بالنسبة للتمثيل ده اللي كان عنصر فاعل في الفيلم، يعني بصراحة مش شايف في عناصر تانية بالنسبة لموضوع التمثيل. يعني أصل هو الأبطال أولاً العدد يعني قليلين، تحس ان الموضوع محكوم، ولكن اللي عجبني بشكل كبير زي ما قلت لكم التصوير، وعجبتني النهايه. يعني من اول نص تاني الفيلم روعه، ولكن في بقى حته في الاخر خالص قلبت الموضوع خالص. يعني اخر حته اللي هي اللي شاف الفيلم هيفهم ان انا بتكلم عن ايه، الحته اللي في المستشفى وما بعد المستشفى، اما خلاص الفيلم زي ما يكون التتر نزل كده، وبعدين جه المشهد اللي هو في الحديقه اما قابل الطفل الصغير، انا اتفاجئت. يعني الاخر ثانيتين ثلاثة دي برضو ليها يعني طابع كده خاص في الفيلم، فهو من الافلام اللي انا يعني ان شاء الله تعجبكم وتفرجوا عليه، نصيحة مني يعني للي بيحب افلام بقى اللي فيها ساسبنس جامد واحداث غير متوقعة وكده، ده عليكم وعلى الفيلم ده على طول. دي كانت حلقة النهاردة عن الفيلم الكوري الجنوبي فورجوتن، يعني فيلم طبعا انا اديله بقى 8.5 من 10 ويستاهلها بصراحة بكل جدارة يعني. ورب تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم على خير في الحلقة القادمة. مع السلامة.